مرحبا، بقدم لكم لمحة مشروع التخرج. حبيت اختار هذا المشروع لأنه أغلب الأجيال أنا ما عادت تقرأ، ففي برا اخترعوا طرق جديدة اسمها Interactive Libraries اللي هي بتخليك تتعلم من قلب القاعة. ما فيك تمسك الكتاب والله وتقعد قاعدة مملة، لا، صار في تعليم بطريقة ممتعة. فسبب اختيار المشروع إنه اسم المكتبة إقرأ، لأنه interactive هي التفاعل، الـ K knowledge، الـ R reading، والـ A والـ E عبارة عن التعليم، صار مغامرة، ما عاد إنه والله قاعدة جدية مثل ما قلتلكم شوي. وكمان أحد الدراسات إنه دايما 90% من المعلومة بتجي عن طريق النظر غير إنه القراية. هلا فكرة المشروع، كل مشروع مع ماريا لازم يكون عنده كونسيبت، فالفكرة عندي هي الموشن، بما إنه كل شيء عندنا بيتحرك من أصغر ذرة للمجموعة الشمسية، حتى العالم في تطور دايما، فحبيت آخذ طريقة الموشن في التصميم الداخلي. فأول معلومة بيعلمونا إياها بالكلية أو فلسفة التصميم هي إنه كيف إنه النقطة لما بتتحرك بتعطينا خط، كيف لما الخط بيمشي بيعطينا سطح، والسطح لما بيمشي بيعطينا فراغ. فأنا اعتمدت على 5 قاعات بالمشروع، كل مشروع بيطبع لمحة من هذا الحكي اللي حكيته من شوي. الموقع المشروع والمكتبة المركزية في جامعة حلب. المصادر اللي كنتم شايفين هي بتعتمد على الأعمدة، فأنا نسفت كل شيء عندي موجود ورجعت بنيتها من جديد. هي الأرض الواقع حال الأرضية. هلا عندي طابق أرضي، طابق أول أنا درستهم. في طابق هلا فكرة الموشن اللي طبقتها، اللي اللون الأسفل هنيك هي قاعة مسرح. هلا هي قاعة أساسية ما فيها أغيرها، بس أنا اعتبرت افتراضيا يعني إذا حركتها بهي الحركة هي فتقطع عندي حرق المسقط، صار عندي المدخل مكان للحركة والبهو، وبعدين في عندي باقي القاعات. فبكون كان شيء فيهم هون كتلة. هلا عناصر المشروع عندي المدخل مستودع الكتب، اللون الأصفر هون هي قاعة مطالعة الحرة، قسم المعارض، واللون الأورانج هو الانتراكتيف سبيس أو القسم التفاعلي. الطابق اللي بعده في عندي كمان لون فضي، برج الكتاب هو عبارة عن مخزن الكتب اللي 7 طوابق صاير. هلا الطابق اللي بعده في عندي لون اصفر قاعة المطالعة العامق، اللون اورانج قسم الدراسات العليا، الفضي المكتبة الموسيقية، الفضي الفاتح ارشيف ماجازينز. هلا فكرة حركة النقطة او حركة الموشن، لما انتم ماشيين بالسيارة هي عبارة عن انتم اضاءة الشارع، لما بتمشوا بسرعة بتلاقيها صارت خط. فانا طبقتها هي انه سوري انا متلبكي وكثير بتلبك عادة. فهلا انت مثل ماشي بالسيارة بتلاقي صار عندي هذا البهو، صار هو عبارة عن كيف انه خطوط بسرعة بتعطيك ايحاء بالويلكمينج، انه انت تفضل تدخل، لون اصفر فريش، لون الاضاءة، صار عندي هون منطقة الانتظار والبهو. هي طريقة الاضاءة استخدموها 1959 فنان اسمه لوسيانو فونتانا. هلا هون في عنا الريسبشن او الانتظار، لاحظ كيف النقطة لما بتمشي بسرعة ثاني خط، فهي طبقت أول مرحلة من مشروعي هي كيف تتحرك النقطة. هلا القسم التفاعلي هي قاعة الرياض، هي قاعة عبارة عن 28 وتر مثبتين من الأرض للسقف. طريقة العرض قصية، لما بيدخلوا مجموعة من الناس للقاعة بيعطوا على الأوتار هاي، بعدين بيصير إسقاط على الحيط، بيعطيك هذا الصور التفاعلية اللي نحن عم نحكي عنها. هلا هي لاحظوا هي الأوتار كيف نزل من السقف، الجروب من الناس بتدخل بتعزف على الأوتار فبتطلع على الحيط. هالطريقة هي مستخدمة بإنجلاند بماري بيكر لايبرري. العرض ممكن يكون علمي، ثقافي، أي شيء ممكن يصير، دائما في تحديث في طريقة العرض. انا ما كان مطلوب مني اخترع طريقه قد ما بكون اخترع فراغ لها. هلا هي كمان ماري بيكر لايبرري في عندهم قاعه ثانيه هي عباره عن نافوره بسموها نافوره معلومات. بيدخلوا جروب من الناس كمان بينسال سؤال بيجاوبوا هن على التاتش سكرين الموجوده هون، بيطلع على الحيط عرض المعلومات اللي او الجواب تبع السؤال اللي هن جاوبوا عنه. مثل ما هي انا الطريقه اللي صممتها انا القاعه اللي عندنا، فكيف انه حتى عندي السطح هذا اللي هو اضاءه، كيف لما تكرر اعطاني ايحاء بالحركه. فهي المجموعه وهي السؤال هون اللي خلقت عيني شعر عنهم.
حاجز بالنص خلى الناس اللي عم تدرس لاحظوا هون السطح كيف عم يمشي عبارة عن بروفايل خشبي. هالبروفايل له زاوية، هالزاوية لما بتمشي بإيقاع معين تعطيني أساس كمان كإحساس كمان بالحركة. خلى عندي هذا الحاجز إنه كيف يعني يدرسوا بس معزولين بنفس الوقت. ممكن كمان ينحط عليهم ساوند سيستم إنه يسمعوا موسيقى ويدرسوا بنفس الوقت. هلا هي الصورة شفناها شوي الأصل هي. هلا في عندي المكتبة الموسيقية، هي عبارة عن كمان بياخذوا الـ MP3 موجود عليه النوع الموسيقى اللي حابين يسمعوها، بياخذوا موسيقتهم. هي صار الفيو بيطلع على مدينة حلب أو الحرم الجامعي كله بيشوفوه من هون. كمان طريقة التصميم هي كمان كيف نقطة عم تتحرك. هلا الدرج هون تبع برج الكتاب هو كمان حركة البلاي لما بتمشي، فأنا السطح عندي موصول أول درجة بآخر درجة بطريقة، فلما عم يطلع عم يحس إنه السطح كله عم يطلع معه مع إنه هذا. فهذا هو مشروع التخرج، لمحة بسيطة. أنا بحلم كثير، بحب القراية بشكل، فبحلم هيك مكان يصير عندنا، كيف إنه دائما ناخذ فكرة بسيطة مثلا حركة أبيض وأسود ونطبقه لمشروع كبير، يعني كان كونسيبت أو تطبيق مشروع. شكرا.